الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج دفعات جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية. مصر تدعو كافة الأطراف السودانية إلى ضبط النفس وتغليب المصلحة العليا للوطن والتوافق الوطني. والبرهان يعلن حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء ويتعهد بتشكيل حكومة كفاءة وطنية. الثالثة عصراً الواحدة ظهراً بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من القاهرة. مرحباً بكم، وبداية هذه النشرة ستكون مع زميلتي إنجي طاهر. إليك إنجي. أهلاً بك دعاء. أهلاً بكم. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية بمقر الكلية الحربية. وتضمن الاحتفال عرضاً عسكرياً يظهر المهارات التي اكتسبها الخريجون خلال سنوات الدراسة. ومرت أمام المنصة مجموعة الأولى لخريجي الكلية الحربية، تلتها مجموعة كلية الشرطة التي حرصت على المشاركة في حفل تخرج طلبة الكليات والمعاهد العسكرية بالكلية الحربية، بما يجسد الترابط بينهم ويعزز في نفوس الشعب المصري الأمل والأمان بشأن مستقبل الوطن. وعقب ذلك ظهرت مجموعات من خريجي كلية الدفاع الجوي والكلية الجوية والكلية البحرية والكلية الفنية العسكرية وكلية الطب بالقوات المسلحة، ثم مجموعة خريجي المعهد الفني للقوات المسلحة. منح الرئيس عبد الفتاح السيسي القادة الأعلى للقوات المسلحة وإلى الخريجين المصريين والوافدين نوط الواجب العسكري من الطبقات الثانية، وذلك تقديرا لتفوقهم وتفانيهم في أداء مهامهم خلال مدة دراستهم، فيما ردد الخريجون يمين الولاء قبل أن يصدق الرئيس على تعيين خريجي الكلية العسكرية. هذا وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تقديم التهنئة للطلاب الخريجين وأسرهم والتحية للشهداء والمصابين الذين قدموا التضحيات لحماية الوطن. ألف مبروك، ألف مبروك للأسر كلها، وألف مبروك لأبنائنا الضباط اللي اتخرجت النهاردة، وتهنئتي من القلب لكل أسرة وشكري من القلب لكل أسرة قدمت وبتقدم من أسر مصر لصالح أمن وسلامة واستقرار مصر. احنا دايما يعني حريصين على ان احنا في ظل او في الاوقات الجميله ديت ان احنا ابدا لا ننسى ابدا شهدائنا ومصابينا الذين قدموا وما زالوا حتى الان في ناس بتقدم، وده امر طبيعي لان المهمه اللي مكلفه بيها القوات المسلحه والشرطه هي الحمايه والامن لمصر وشعبها. فتحية لكل الشهداء وأسرهم، تحية لهم جميعا. شدد الرئيس السيسي على أن القوات المسلحة مسؤولة عن إعداد وتجهيز أبنائنا للمهمة المقبلين عليها، وذلك من أجل حماية الوطن. دي مرحلة جديدة أنا بقولها للطلبة أو للضباط اللي اتخرجت، دي مرحلة جديدة خالص. انتوا هتبقوا مسؤولين عن رجال معاكم بالإضافة طبعا لمسؤوليتكم عن أنفسكم، ودي مهمة كبيرة جدا ومسؤولية كبيرة جدا لو احنا انتبهنا قوي لها. انت مسؤول عن إعداد وتجهيز وتوعية. يمكن تستغرب تقولي توعية، طبعا، لأن بيجي معاك ابننا أو من ابن من أبناء مصر يقعد في الجيش سنة واثنين ويمكن ثلاثة، وبالتالي احنا مسؤولين أمام ربنا سبحانه وتعالى وأمام الشعب المصري إن احنا نجهزهم ونخلي بالنا منهم ونحميهم ونحفظهم ونعدهم الإعداد الجيد للمهمة اللي هم مقبلين عليها. ده مهمة خطيرة جدا إنك أنت تبقى مسؤول عن إعداد إنسان لو ما انتبهتش حياته تبقى في خطر. دي مهمة كبيرة. ثم زي ما بقول الوعي، وده عشان انت تبقى تقدر توعي
غيرك انت لازم تكون واعي قوي. مش مطلوب منك انك انت ما تبقاش منتبه لكل شيء، للاحداث المحيطه بيك وقراياتك، عشان تبقى فاهم وفاهم كويس، عشان كمان تقوم بالدور ده مع زي ما قلت المرؤوسين اللي موجودين معك. كما أشار الرئيس السيسي إلى أن حروب الجيل الرابع والخامس مبنية على التعامل ليس بالسلاح فقط، بل بسلاح آخر وهو الفهم والوعي الحقيقي. الحروب الجديدة والجيل الرابع والخامس كلها مبنية على يعني التعامل مش بالسلاح بس، سلاح تاني، والسلاح ده هو سلاح الفهم والوعي الحقيقي بعيدا عن الجهل والتجاهل والوعي الزائف. فأنا بقول لكم أن أنتم مقدمين على مرحلة جديدة، أتمنى لكم كل التوفيق. إحنا بذلنا الجهد معاكم ككلية وكقوات مسلحة لكل الخريجين والخريجات كمان، لكن أنتم كمان تكملوا بقى تأهيلكم وإعدادكم لأنفسكم، بالإضافة للتأهيل للقوات المسلحة والشرطة بيعملوه لضباطهم يعني. وخلال حفل التخرج أكد مدير الكلية الحربية اللواء أشرف سالم أنه تم تحديث المناهج العسكرية للارتقاء بالعملية التعليمية بما يتواكب مع نظم وآلية العصر، وأشار إلى أن الكلية الحربية فتحت أبوابها لحملة المؤهلات العليا وفقا لتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة بأن يكون المقاتلون مؤهلين علميا. إن مسؤولية إعداد المقاتلين ليست بالشيء الهين، وخاصة إذا كانوا هم من سيتقدمون الصفوف للدفاع عن أمة تتطلع إليهم للزود عنها والحفاظ على أمنها القومي. ونحن في الكلية الحربية وباقي الكليات والمعاهد العسكرية نعي جيدا حجم هذه الأمانة التي تطوق أعناقنا، فمنذ اللحظة الأولى التي يلتحق بها أبناؤنا بالكليات والمعاهد العسكرية يتم بناء وصقل شخصياتهم وتحويلها إلى الشكل الذي يتسق مع قواعد وتقاليد العسكرية المصرية. ننمي فيهم الولاء والانتماء للوطن. نقوم بإعداد طلاب اليوم ليكونوا ضباط الغد. ومن هذا المنطلق فقد قمنا بتحديث مناهجنا للارتقاء بالعملية التعليمية بما يتواكب مع نظم وآليات العصر. أكدت مصر أنها تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في جمهورية السودان الشقيق، مؤكدة على أهمية تحقيق الاستقرار والأمن للشعب السوداني والحفاظ على مقدراته. وفي بيان للخارجية المصرية أكدت مصر كذلك أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة، داعية كافة الأطراف السودانية الشقيقة في إطار المسؤولية وضبط النفس لتغليب المصلحة العليا للوطن والتوافق الوطني. أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة السودانية مضي القوات المسلحة في إكمال التحول الديمقراطي، وذلك حتى تسليم قيادة الدولة لحكومة مدنية منتخبة. أعلن البرهان خلال كلمة له أن الحكومة المتوازنة تحولت إلى صراع بين أطراف الانتقال، ومؤكدا أن الصراع يهدد أمن وسلام السودان. نؤكد مضي القوات المسلحة في إكمال التحول الديمقراطي حتى تسليم قيادة الدولة لحكومة مدنية منتخبة تحقق لهم طموحهم في هذه الشعارات. شرعية الفترة الانتقالية الراهنة قامت على أساس مرحلي هو التراضي المتزن
بين الشركاء العسكريين والمدنيين للسير في طريق الانتقال حتى الوصول إلى التفويض الشعبي بموجب انتخابات عامة من خلال الممارسة التي امتدت لأكثر من عامين. انقلب التراضي المتزن إلى صراع بين مكونات الشراكة بعد بلادنا ومكوناتها المختلفة إلى انقسامات تنذر بخطر وشيك يهدد أمن الوطن ووحدته وسلامة أرضه وشعبه. كما أكد البرهان أن ما يمر به السودان الآن أصبح مهدداً حقيقياً وخطراً يهدد أحلام الشباب، مضيفاً أن التحريض على الفوضى من قبل قوى سياسية كان الدافع للقيام بما يحفظ السودان. ما تمر به بلادنا الآن أصبح مهدد حقيقي وخطر يهدد أحلام الشباب ويبدد أمل الأمة في بناء الوطن الذي بدأت تتشكل معالمه، وبدأنا معا نخطو نحو دولة المواطنة والحرية والسلام والعدالة. إلا أن تشاكس بعض القوى السياسية وتكالبها نحو السلطة والاصطفاف الجهوي والعنصري والتحريض على الفوضى والعنف دون اهتمام يذكر بالمهددات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي أطبقت على كل مناحي الحياة ومفاصل الدولة، كان لزاما علينا في القوات المسلحة والدعم السريع والأجهزة الأمنية الأخرى أن نستشعر الخطر ونتخذ الخطوات التي تحفظ مسار ثورة ديسمبر المجيدة حتى بلوغ أهدافها النهائية في الوصول لدولة مدنية كاملة عبر انتخابات حرة ونزيهة. كما أعلن القائد العام للقوات المسلحة السودانية عن حل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء وإعلان حالة الطوارئ في البلاد وإقالة حكام الولايات، ولفتا إلى أن مديري العموم في الوزارات والولايات سيتولون تسيير الأعمال. لتصحيح مسار الثورة تقرر الآتي: أولاً إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، ثانياً التمسك الكامل والالتزام التام بما ورد في الوثيقة الدستورية الفترة الانتقالية للعام 2019 واتفاق سلام السودان الموقع في جوبا في أكتوبر من العام 2020، ثالثاً تعليق العمل بالمواد 11 12 15 16 24 3 71 72 من الوثيقة الدستورية مع الالتزام التام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت خلال فترة الحكومة الانتقالية. رابعا حل مجلس السيادة الانتقالي وإعفاء أعضائه. خامسا حل مجلس الوزراء. سادسا إنهاء تكليف ولاة الولايات. سابعا إعفاء وكلاء الوزارات. ثامنا يكلف المدراء العامين في الوزارات والولايات بتسيير دولاب العمل. تاسعا وأخيرا تجميد عمل لجنة إزالة التمكين حتى تتم مراجعة منهج عمله وتشكيله على أن تكون قراراته نافذة وخاضعة للإجراءات القانونية. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن الكاتب الصحفي علي السيد. أستاذ علي، بعد التحية دعنا بداية نتحدث عن البيان الذي صدر من قبل الخارجية المصرية والذي أكدت فيه مصر أن أمن واستقرار السودان هو جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة، كما أيضا يدعو هذا البيان كافة الأطراف السودانية الشقيقة في إطار المسؤولية وضبط النفس لتغليب المصلحة العليا للوطن والتوافق الوطني. أهمية هذا البيان في هذا التوقيت؟ أستاذ علي. لا أيوة، أهلا بحضرتك. بتحدث مع حضرتك عن البيان الذي صدر من قبل الخارجية المصرية، أهمية مثل هذا البيان في هذا التوقيت وما يمر به السودان الآن. مصر داعمة لاستقرار وأمن السودان بشكل كامل، ومصر مع استقرار السودان لأنه تأثير استقرار السودان بشكل مباشر على مصر، والسودان شريك أساسي لمصر، والحقيقة أنه استقرار السودان ينعكس على المنطقة بأكملها. السودان مر خلال الفترة الماضية بأزمات كبيرة جدا وأزمات طاحنة، أزمات الحقيقة تنذر حتى بتقسيم السودان، يعني استمعنا إلى دعوات للتقسيم ودعوات للانفصال من بعض المناطق في السودان. الأمر كان قد وصل إلى حد خطير جدا، وبالتالي كان ينبغي أن يكون هناك خطوات
نتمنى بالتأكيد أن تكون هذه الخطوات في صالح الشعب السوداني. نعم. إذن دعنا أتحدث عن الخطوات التي تم الإعلان عنها من قبل القائد العام للقوات المسلحة السودانية، وهي من ضمنها إعلان حالة الطوارئ، حل مجلس السيادة الانتقالي، مجلس الوزراء، إعلان حالة الطوارئ في البلاد، إقامة حكام الولايات، وأيضا أن يكون هناك حكومة كفاءات. تعليقك على هذه الإجراءات؟ أولا كما قلت لحضرتك أنه السودان خلال عامين هو في حالة امتداد سياسي كامل على أرض الواقع. مشكلة كبيرة جدا، الحكومة لم تكن قادرة على حل المشكلات الموجودة في الشارع، تعطل المواني وتعطل الإمدادات وقطع طرق، مشكلات كبيرة جدا. فرض حالة الطوارئ في هذه الأمور يصبح ضرورة لضبط الأمن، لأن الحالة الأمنية في السودان الحقيقة صعبة جدا، وكان ينبغي أن يكون في حالة استقرار وهدوء كي تصل الدولة السودانية إلى الاستحقاقات القادمة، وهي الانتخابات في السودان وعمل الدستور وكل هذه الإجراءات الضرورية والحتمية. على أرض الواقع حصل صدام بين الفرقة في السودان، بين مجلس السيادة والحكومة، وكان صدام يعني معلن وواضح في الاشكاليات، كيف يمكن ان تدير هذه المجموعه بلد بحجم السودان؟ كان صعب جدا انه يدار السودان بهذا الشكل. اعاده الاجراءات مره اخرى او اعاده النظر في كثير من الاجراءات ووضع السودان على حاله الهدوء والاستقرار حتى يتم اخذ خطوات ايجابيه والتعامل مع الامر على انه يعني الحقيقه نقطه من ضمن نقاط كثيره في طريق استقرار السودان وليس انقلابا عسكريا، لانه التعامل الدولي كما ارى هو يتعامل على انه انقلاب عسكري. المجلس العسكري كان يحكم السودان، لم يكن الامور الحقيقه هناك سلطه اخرى. الفريق أول عبد الفتاح البرهان أيضا عندما تحدث وفي حديثه ذكر في البداية الشباب ودور الشباب، وأنه لابد أن يتم تفعيله في المرحلة القادمة حتى لا يشعروا بأن مجهوداتهم ذهبت هباء. كيف رأيت هذه الدعوة؟ طبعا خطوة مهمة جدا، وهي خطوة الحقيقة ضرورية وتساهم مساهمة فعالة في الاستقرار، لأنه الشباب هم المحرك الرئيسي للشارع السوداني، هم قادرين على أنه الحقيقة يتعاملوا بشكل جد مع المخاطر التي تحدث في السودان، ولابد من أن يكون هناك رؤية وخارطة طريق سريعة وواضحة، لأنه في الحقيقة بلدان تتربص السودان وبأمنها. يعني قرأنا أنه أثيوبيا تطلب اجتماع للاتحاد الأفريقي من أجل تضميد عضوية السودان، والسودان يعني ضلع أساسي في مفاوضات شط النهضة، وبالتالي هي تلتف حول مثل هذه الأمور لكي تعطل المفاوضات. أيضا في دول العالم كثير من الحديث عن أن هذا انقلاب وأنه لابد من اتخاذ خطوات وحاجات من هذا القبيل، ولذلك اعتقد انه الفريق البرهان لم ينقلب، وانما الفريق البرهان كان يحكم السودان فعليا، فكيف ينقلب وعلى من ينقلب؟ هذه اول نقطه. النقطه الثانيه ان هذه خطوه ينبغي التريث في النظر اليها، لانه ستتبعها خطوات اخرى من اجل السلام واستقرار السودان. هل كان العالم سيكون سريعا اذا تقسم السودان، اذا تشظى السودان؟ السودان كان فعلا في كما راينا منذ ايام، يعني كان في اعلان لكثير من المناطق انها تريد حكما ذاتيا. هل هذا يعني يرضي نعم. وايضا من ضمن حديثه وهذا بالنص ان التشاكس والتكالب على السلطة أدى إلى تدهور الأوضاع كافة الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، ولهذا كان هناك ضرورة لهذه الإجراءات. طبعا الحقيقة كان واضح جدا الصراع على السلطة، هناك صراع يعني صراع دخل الحقيقة صراع مناطقي كمان، كل منطقة تريد أن تشارك في الحكم بصورة تراها عادلة، ترى أنها حق بأن تكون لديها مناصب وزارية ومناصب حكومية
ولذلك كان الرد بأن تكون الحكومة حكومة كفاءة. نعم. ليست حكومة قبلية ولا حكومة مناطقية ولا حكومة إقليم لأقاليم السودان، إنما حكومة كفاءات تأتي من مختلف أنحاء السودان. يأتي كل وزير أن يكون قادرا على إنجاح مهمته داخل الوزارة. نعم. حكومة الكفاءات حكومة مهمة جدا، انتخاب أو اختيار مجلس من الشباب مهم جدا، اتخاذ الخطوات وفق جدول زمني يمكن أن ينقل السودان من الأزمات الكثيرة المحتقة به الحقيقة. نعم. ومصر دائما أبدا مع السودان، وتقف مع أمنه ومع استقراره وداعمة للشعب السوداني واستقرار السودان. مصر لم تتخلى يوما عن السودان. نعم بالتأكيد. الكاتب الصحفي علي السيد، جزيل الشكر لحضرتك. أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن بالغ القلق إزاء تطورات الأوضاع في السودان الشقيق، وطالب أبو الغيط جميع الأطراف السودانية بالتقيد الكامل بالوثيقة الدستورية التي تم توقيعها في أغسطس 2019 بمشاركة المجتمع الدولي والجامعة العربية، وكذلك باتفاق جوبا للسلام لعام 2020. وصرحت الجامعة في بيان بأنه من المهم احترام جميع المقررات والاتفاقات التي تم التوافق عليها بشأن الفترة الانتقالية وصولا إلى عقد الانتخابات في مواعيدها المقررة. أكدت المملكة العربية السعودية أنها تتابع بقلق واهتمام بالغ الأحداث الجارية في السودان، وفي بيان للخارجية السعودية دعت المملكة إلى أهمية ضبط النفس والتهدئة وعدم التصعيد والحفاظ على كل ما تحقق من مكتسبات سياسية واقتصادية وكل ما يهدف إلى حماية وحدة الصف بين جميع المكونات السياسية في السودان الشقيق، ومؤكدة على دعمها لكل ما يحقق الأمن والاستقرار والنماء والازدهار للسودان وشعبه.
والآن سنكون مع زميلة فيروز مكي والتي تستعرض لنا التطورات في السودان. بالإضافة إلى ما أعلنه الفريق أول عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة السودانية، إليك فيروز. إنجي شكرا لك، شكرا لك دعاء. أهلا بكم مشاهدينا. إذن تطورات متسارعة يشهدها السودان من رحم الخلافات بين مكونات الشراكة كانت السودان ومكوناته المختلفة، والتي أدت بها لانقسامات تندر أو تنذر بخطر وشيك يهدد أمن الوطن ووحدته وسلامة أرضه وشعبه، ما استوجب على القوات المسلحة السودانية ومن منطلق مسؤولياتها الوطنية في حماية أمن وسلامة البلاد كما ورد في الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية. الفريق أول عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة السودانية أعلن حل مجلس السيادة الانتقالية وإعفاء أعضائه وحل مجلس الوزراء، هذا كما أعلن البرهان حالة الطوارئ في جميع أنحاء السودان وإنهاء تكليف ولاة الولايات وإعفاء أيضا وكلاء الوزارات وتكليف المدراء العامين في الوزارات والولايات بتسيير العمل. أكد البرهان الالتزام التام والتمسك الكامل بما ورد في وثيقة الدستور بشأن الفترة الانتقالية، لكنه أعلن تعليق العمل ببعض المواد فيها. شملت أيضا قرارات تجميد عمل لجنة إزالة التمكين حتى تتم مراجعة منهج عملها وتشكيلها على أن تكون قراراتها النافذة وخاضعة لإجراءات قانونية. بحسب بيان القائد العام للقوات المسلحة السودانية فإنها ستتولى إدارة شؤون البلاد حتى الموعد موعد الانتخابات في يوليو من عام 2023 لإنشاء حكومة من كفاءات وطنية مستقلة يراعى فيها تشكيل هياكلها التمثيل العادل لكل أهل السودان وأطيافه وفئاته. هذا كما أعلن البرهان أيضا الحرص الكامل لمتطلبات العدالة والانتقال لإنشاء مفوضية صناعة الدستور، مفوضية الانتخابات، مجلس القضاء العالي، المحكمة الدستورية ومجلس النيابة قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل. إذن مشاهدينا الكرام كان هذا عرضا موجزا حول تطورات في السودان، نشكركم لطيب المتابعة. جزيل الشكر بالتأكيد للزميلة فيروز مكي على هذا العرض لآخر التطورات المتعلقة بالملف السوداني، شكرا جزيلا. شكرا لكم. في شأن آخر، التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي نظيره الفرنسي جون كاستاكس خلال زيارته إلى العاصمة باريس، حيث من المقرر أن يبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن توقيع مصر على اتفاقية التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأوروبية يفتح المجال لتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر. وخلال تصريحات له على هامش زيارته العاصمة الفرنسية باريس، أكد مدبولي أن توقيع هذه الاتفاقية هي رسالة ثقة بقوة ومتانة الاقتصاد المصري. وجودنا يعني الحقيقة في العاصمة الفرنسية لمدة يومين هو هدفه الحقيقة كان الغرض الأساسي طبعا أن احنا بنوقع إن شاء الله غدا اتفاقية التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأوروبية، ودي طبعا من أكبر المنظمات على مستوى العالم
واللي مصر الحقيقة كانت بتسعى بقالنا فترة مع هذه المنظمة لتوقيع برنامج قطري أو برنامج وطني للتعاون مع هذه المنظمة. أهمية هذا الموضوع بمنتهى الأمانة أنه بيفتح أفاق كبيرة جدا لمصر، لأن من خلال هذه المنظمة هيبقى هناك يعني تدفق لمزيد من الاستثمارات الأجنبية، وبيبقى رسالة ثقة من منظمة واحدة من أكبر المنظمات على مستوى العالم بقوة ومتانة الاقتصاد المصري. وبالتالي بيبقى من خلال هذا البرنامج اللي هيركز على عديد من المجالات على مدار السنوات القادمة في مجالات تخص تنشيط الاقتصاد المصري، هيكون دعوة ومجال لفتح مزيد من الاستثمارات الأجنبية من شركات أوروبا كلها وليست فقط فرنسا للاستثمار في مصر في خلال هذه الأنشطة والمجالات. وأشار مدبولي إلى أنه تم عقد لقاء مع أكبر 12 شركة فرنسية تعمل في مصر، حيث تمت مناقشة خططهم للتوسع في السوق المصرية خلال السنوات الثلاث المقبلة، مضيفا أنه عقد كذلك اجتماعا موسعا مع 90 شركة فرنسية، حيث تم عرض إشادات المؤسسات الدولية بالإصلاح الاقتصادي في مصر. اليوم النهاردة الحقيقة بدأ من الصباح الباكر بالحقيقة اللقاءات مع أولا أكبر 12 شركة فرنسية بتعمل في مصر، والحقيقة تناقشنا بصورة جادة جدا على خططهم للتوسع في خلال الثلاث سنوات القادمة للاستثمارات في مصر. بعض هذه الشركات كان لديها عدد من التحديات يعني قالتها لنا، وابتدينا نتكلم معاهم على حل هذه التحديات إن شاء الله. وبالفعل يعني الحقيقة الحمد لله احنا يعني قطعنا شوط كبير جدا في إزالة عدد كبير من العوائق، وشرحنا ليهم كمان أهمية تواجدهم، ويعني هم الحقيقة عرضوا كمان العدد كبير من خططهم التوسعية إن شاء الله في كل المجالات المهمة، سواء في مجالات النقل والمواصلات أو التكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في مجال الإسكان، في مجال البنية الأساسية والكهرباء والطاقة المتجددة. فالحقيقة كانت فرصة جيدة جدا للقاء معاهم. الحقيقة أعقب ده اجتماع موسع مع 90 شركة من الشركات الفرنسية، اللي الحقيقة عرضنا عليهم كل اللي ما تم في مصر والحمد لله، وإشادات لكل المؤسسات الدولية زي صندوق النقد الدولي للمصر قامت به في الإصلاح الاقتصادي، وعرضنا أيضا المرحلة الثانية من البرنامج الدولة المصرية بتركز فيهم على الأنشطة الأخرى القطاعية المهمة زي الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. والحقيقة يمكن كان هناك نقاش وأسئلة موسعة من هذه الشركات اللي أبدت يعني رغبتها في التواجد في مصر في خلال المرحلة القادمة. كما أكد رئيس الوزراء أن الشركة الفرنسية العاملة في مصر أعربت عن رغبتها في التوسع باستثماراتها، ومشددا على حرص الدولة خلال الفترة المقبلة على دفع المزيد من الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي للتواجد في المشروعات القومية. أهم شيء يمكن من هذه الزيارة إن اللي احنا سمعناه النهاردة الحقيقة من الشركات الفرنسية إن هم يعني يرغبوا تماما في البقاء في مصر، وأكدوا على إن مصر بلد مستقرة وبلد قوية، المؤسسات فيها قوية جدا، وبالتالي عندهم اطمئنان للتواجد في مصر في خلال الفترة القادمة، عندهم رغبة في التوسع في الاستثمارات بتاعتهم في مجالات جديدة. وبالتالي يمكن هم كانوا بيثنوا تماما على إن مصر الحمد لله يا رب، وده ربنا يديمها علينا نعمة، إن مصر في إقليم على الرغم من أنه هو إقليم شديد الاضطراب وشديد التغير، مصر تعتبر من الدول القليلة جدا اللي هي عندها استقرار كامل، عندها رؤية واضحة الدولة بتشتغل عليها، عندنا يعني نسب نمو الحمد لله بتتحقق. الفترة الجاية اتكلمنا معاهم على إن احنا بنستهدف في خلال 3 سنوات إن نسبة نمو الاقتصاد تبقى في حدود 7%، وده كرقم طبعا رقم كبير جدا هم ما بيسمعوش فيه، وبالتالي ده كله بيفتح مجالات للشركات الخاصة بالتعاون مع القطاع الخاص المصري إن هم يشتركوا في مشروعات كبيرة، لأن احنا حريصين كدولة في الفترة القادمة على دفع مزيد من الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي للتواجد في المشروعات القومية في مصر. في سياق ذاته أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الشركات العاملة في مصر حققت نجاحا كبيرا في السوق المصرية، وأن الحكومة تتطلع إلى زيادة استثمارات هذه الشركات خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال لقائه لرؤساء وممثلي مجموعة من كبرى الشركات الفرنسية بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسي بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث نوه مدبولي إلى ما تطمح إليه مصر خلال السنوات الثلاث القادمة من تحقيق معدلات نمو تتراوح ما بين 5.5% إلى 7%.
ثمن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تربط مصر وفرنسا، وأشار إلى أن فرنسا كانت ولا تزال شريكا مهما وداعما رئيسيا لمصر. لفت مدبولي خلال حواره مع ممثلي 90 من الشركات الفرنسية إلى أن هذه العلاقات المتميزة أسهمت في تحقيق زيادة مستمرة في حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ ما يقرب من 3 مليارات دولار في عام 2020، بزيادة قدرها 20% مقارنة بعام 2019، ومضيفا أن مصر تعد واحدة من أهم الدول المستقبلة لتدفقات الاستثمارات الأجنبية الفرنسية، والتي تبلغ قرابة 5 مليارات يورو في ظل وجود نحو 165 شركة فرنسية في مصر. أكد مدبولي أن مصر تتمتع بإمكانات اقتصادية ضخمة وفرص استثمارية واعدة للشركات الفرنسية في عدة مجالات، وأن الطريق أصبح ممهدا للانخراط بقوة في المشروعات القومية الضخمة المصرية. كما أشار إلى أن التنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مكن مصر من التغلب على الآثار السلبية لوباء كورونا، وعزز من قدرتها على الصمود في مواجهة التداعيات الاقتصادية. كما أشار أيضا إلى أن مصر نجحت خلال الأعوام الماضية في التحول من بلد لديه عجز في إمدادات الطاقة إلى دولة تمتلك فائضا كبيرا. من جانبهم، أشاد رؤساء الشركات الفرنسية بمناخ الأعمال في مصر وما شهده من تطورات إيجابية بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة المصرية بنجاح على مدار السنوات الماضية. وأكدت شركة أورانج عزمها زيادة استثماراتها في مصر بنحو 300 مليون دولار العام المقبل، بينما أشارت شركة لوريال أنها تصدر 85% من إنتاج مصنعها في مصر. وشدد ممثلو شركات النقل والهندسة مثل أليستوم وسيسترا على سعادتهم بالمشاركة في مشروعات النقل والسكك الحديدية الطموحة التي تنفذها مصر. ومن جهته، أكد رئيس الجانب الفرنسي من مجلس الأعمال المصري الفرنسي أن الشركات الفرنسية تتطلع إلى شراكات طويلة المدى مع مصر والمشاركة بشكل أكبر في عملية التنمية الجارية، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه والرعاية الصحية والنقل والبنى التحتية. أعرب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بحجم نشاط وأعمال بنك كريدي أجريكال في مصر، وعن تطلعه لزيادة حجم ونطاق أعمال البنك في الفترة القادمة، ولا سيما في القطاعات الثلاثة التي تحظى بالأولوية في خطة الإصلاح الهيكلي والتي تتبناها الحكومة المصرية، وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. جاء ذلك خلال لقائه بالمدير العام لبنك كريدي أجريكال، وذلك على هامش زيارته لفرنسا. ومن جانبه، أكد المدير العام للبنك عن تطلعه لعلاقات تعاون وشراكة ممتدة مع مصر. أكدت وزارة التعاون الدولي أن مصر تعتبر نموذج فريد في مشاركة أكثر من شريك تنموي في مشروع واحد في البنية التحتية. وخلال مائدة مستديرة لاتحاد الشركات الفرنسية ضمن فعاليات زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لفرنسا، أكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أن المشروعات القومية الكبرى في مجال البنية التحتية دعمت مرونة الاقتصاد المصري وحصلت على إشادات مؤسسات التمويل الدولية. وعودة إلى الشأن السوداني، حيث تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي جيفري فيلدمان، تم خلاله تناول التطورات الأخيرة في السودان. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن المبعوث الأمريكي استعرض خلال الاتصال نتائج زيارته الأخيرة إلى الخرطوم، وهو ما أشار معه الوزير شكري إلى متابعة مصر عن قرب للتطورات الأخيرة في السودان، ومؤكدا على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار السودان. وفي ملف الصحة، أعلنت وزيرة الصحة هالة زايد عن استقبال الشحنة الثالثة من لقاحات فيروس كورونا جونسون أند جونسون بإجمالي 1,058,400 جرعة، وذلك عن طريق آلية مجموعة العمل الأفريقية للحصول على لقاحات أفات لقاحات كورونا. وأكد المتحدث باسم الوزارة الشحنة الجديدة من لقاح جونسون أند جونسون جاءت بالتعاون مع البنك الأفريقي للصادرات والواردات ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وسوف يتم توزيعها على مراكز التطعيم والتي يبلغ عددها 1,100 مركز موزعين على محافظات الجمهورية
وذلك بعد خضوعها للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية. أكد رئيس منظمة الصحة العالمية تدرس أدهانوم أن لدى البشرية كافة الفرص اللازمة للتغلب على وباء فيروس كورونا. أشار أدهانوم إلى أن هدف منظمة الصحة العالمية يتمثل في تحصين 40% على الأقل من سكان الأرض بحلول نهاية هذا العام، ومشددا على أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا اقترنت تصريحات الدول والشركات التي تتحكم في توريد اللقاح بأفعالها. كما دعا الدول التي وصلت إلى هذا المؤشر لتوفير الأدوية في إطار آلية كوفاكس الدولية. But we believe that governments and manufacturers have. وجه خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة 44 رسالة إلى دول الاتحاد الأوروبي ومنظمة التجارة العالمية وشركات الأدوية، تدعو إلى اتخاذ إجراءات جماعية عاجلة لتحقيق الوصول المتكافئ والشامل إلى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد لكل بلدان العالم. وأكد الخبراء أنه أقل من 2.5% من الذين تم تلقيحهم حول العالم كانوا في البلدان منخفضة الدخل، موضحين أنه وفقا لتلك النسب فإن معظم السكان في أفقر البلدان سيحتاجون إلى الانتظار لمدة عامين آخرين قبل أن يتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا، مشيرين إلى أن هناك حاجة إلى المزيد من الجهود متعددة الأطراف لتعزيز الوصول العالمي والعادل إلى اللقاحات. قالت وزارة المالية البريطانية إن الميزانية والتي من المقرر أن يطرحها الوزير ريشي سوناك هذا الأسبوع ستشمل إنفاقا إضافيا بقيمة تقترب من 6 مليارات جنيه استرليني، وذلك لصالح الخدمة الصحية ومواجهة فيروس كورونا. قالت الوزارة إن المبلغ يأتي علاوة على حزمة ب8 مليارات جنيه استرليني تم الإعلان عنها في سبتمبر في مواجهة قوائم الانتظار والتي تسببت فيها الجائحة. استبعدت مديرة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها وقف الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا وأوروبا بسبب المتحور دلتا بلس، وأضافت أن الولايات المتحدة شهدت عدداً من الإصابات بهذا المتحور الجديد الذي تعرف عليه العلماء البريطانيون في الأسبوع الماضي. أعلنت كوريا الجنوبية عن اتخاذها لخطوات جديدة للعودة إلى الحياة الطبيعية وتخفيف قيود كورونا، وذلك اعتبارا من نوفمبر المقبل. جاء القرار بعد أن تخطت نسبة التلقيح 70% من مجمل عدد السكان. وشدد رئيس كوريا الجنوبية مون جي إن على أن بلاده ستستمر في تطبيق بعض القواعد الاحترازية ضد كوفيد-19. شاركت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بالسعودية نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأوضحت فؤاد أن القمة تبحث تشكيل مستقبل مشترك وتحديد الحلول السياسية الخضراء للأصول البيئية المشتركة وبحث نهج مشترك لتمكين التحول الأخضر، وما الذي يمكن أن تفعله الحكومات للاستفادة من التمويل المستدام. بحث وزير الزراعة السيد القصير مع وفد رفيع المستوى للإفاد بحث المشروعات المشتركة وأفاق التعاون الزراعي بين الجانبين. أكد القصير على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والإفاد والممتدة في دعم الكثير من المشروعات، وأضاف أن الزراعة أصبحت من القطاعات التي تأخذ أولوية قصوى في مقدمة اهتمامات كل الدول، كما أنها في مصر تستوعب أكثر من 25% من العمالة وتسهم بنسبة كبيرة في الناتج القومي، هذا بالإضافة إلى دورها في الصادرات وأيضا توفير المواد الخام لمعظم الصناعات. شاركت وزيرة التخطيط هالة السعيد في المنتدى الاقتصادي العربي النمساوي 12 الذي تنظمه غرفة التجارة النمساوية العربية وسفارة مصر في فيينا. وأكدت السعيد أن معدل النمو المتوقع يصل إلى 5.2% نمواً متوقعاً في العام المالي الجاري، مشيرة إلى أن مصر أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
كما تعتبر بوابة رئيسية للأسواق الأفريقية والأوروبية، لذلك توجد العديد من الفرص للاستثمارات النمساوية في مصر، مضيفة أن مصر تسير على مسار إيجابي حتى عام 2030. خفض بنك جولدمان ساكس من توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني للعام المقبل مع التزام الحكومة بأهدافها طويلة الأجل مثل تقليل الديون العقارية. أعلن البنك الأمريكي عن خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني من 5.6% إلى 5.2%، مشيرا إلى أن ضعف النمو الاقتصادي وتسارع التضخم في الربع الثالث ربما يكون مؤقتا ومتوقعا انتعاشا في النمو خلال الربع الرابع. انطلقت منافسة الموسم الجديد من الدوري الممتاز بإقامة مباراة تجمع بين البنك الأهلي مع ضيفه طلائع الجيش، وفي مباريات أخرى يحل الاتحاد السكندري ضيفا على سموحة، بينما يستضيف فيوتشر منافسه فاركو. يواصل فريق الزمالك استعداداته لمواجهة مضيفه أنبي غدا الثلاثاء في الجولة الأولى من الدوري الممتاز. يدخل الزمالك بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون اللقاء بروح معنوية مرتفعة بعد عبور عقبة تذكر الكيني والتأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. في المقابل يتسلح فريق أنبي بعدد من الصفقات الجديدة بعدما قدم مستويات رائعة في الموسم الماضي. قرر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي منح لاعبيه راحة سلبية ل 24 ساعة اليوم الاثنين قبل استئناف التدريبات الجماعية غدا الثلاثاء، وذلك استعدادا لمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل على استاد برج العرب في الجولة الأولى من الدوري الممتاز. وخاض الأهلي بالأمس الأحد مرانه على ملعب التتش دون راحة بعد الفوز على الحرس الوطني بطل النيجر 6-1 في إياب دور ال 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليتأهل المارد الأحمر لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وذلك بعدما سبق وتعادل في لقاء الذهاب بالنيجر. مواجهات مثيرة ونارية في بداية الدور المصري الممتاز في موسمه الجديد 2021-2022، والذي يشهد عودة الجماهير للمدرجات عن طريق بطاقة المشجع فان اي دي. وخلال منافسات الجولة الأولى يحل الزمالك ضيفا على انبي في بداية مهمة الفارس الأبيض للدفاع عن اللقب، ويتسلح الزمالك بنفس أسلحة الموسم الماضي في ظل عدم قيد صفقاته الجديدة، بينما يعود الرباعي المعار مصطفى فتحي وعمر السعيد والمغربي محمد أناجم والإيفواري رزاق سيسي مرة أخرى. ويشهد ملعب برج العرب بالإسكندرية قمة مبكرة بين الأهلي والإسماعيلي، الفارس الأحمر يدخل المواجهة باحثا عن الثأر بعدما تعادل معه الدراويش في الجولات الأخيرة للدوري بالموسم الماضي، وكان من أسباب ضياع اللقب من الفريق الأحمر. أما الإسماعيلي فيدخل المباراة باحثا عن بداية جيدة للدوري تحت قيادة المدرب طلعت يوسف، وفي ظل اعتماده على كتيبة لاعبيه المميزين
وعلى رأسهم الزمبي جاستن تشونغا المهاجم الجديد للفريق. الأهلي البطل التاريخي للمسابقة يتطلع لاسترداد اللقب، في حين يدافع الزمالك عن لقبه بعدما استعاد البطولة المحلية عقب غياب دام 5 مواسم كاملة. بينما تسعى بعض الأندية بالمنافسة على اللقب أو المربع الذهبي على الأقل للمشاركة بالبطولات الأفريقية. أشاد الاتحاد الدولي فيفا بأداء محمد صلاح خلال مباراة ليفربول والمان يونايتد، وخلال تغريدة له على الموقع الرسمي على تويتر أشاد الفيفا بثلاثية صلاح في المباراة، وأبرز إحرازه هدفين والمساعدة في إحراز هدف خلال شوط واحد من المباراة. يواصل النجم الدولي محمد صلاح تسجيل الأرقام القياسية مع فريقه ليفربول الإنجليزي ليصبح نجم الملاعب الإنجليزية. المزيد نتابعه في التقرير التالي. إنجازات مستمرة للنجم الدولي محمد صلاح مع فريقه ليفربول الإنجليزي، حيث أصبح الفرعون المصري النجم الأول في الملاعب الإنجليزية. صلاح قاد ليفربول لتحقيق فوز تاريخي على فريق مانشستر يونايتد، حيث سجل 3 أهداف متتالية في المباراة التي انتهت بالفوز بخماسية نظيفة. اللاعب نابي كيتا افتتح للريدز التسجيل في الدقيقة 5 بتمريرة من صلاح، ثم أضاف زميله دييغو جوتا 2 الأهداف في 14، ثم جاء دور صلاح ليسجل هاتريك في 38، 45، و50. ثلاثية صلاح التاريخية هي الوحيدة للاعب يسجل في معقل مانشستر، وبعد هذه الثلاثية انفرد صلاح بقائمة هداف اللاعبين الأفارقة ب107 أهداف، ليتفوق النجم الدولي على دروغبا نجم تشيلسي السابق، والذي كان قد انفرد بزعامة الهدافين الأفارقة برصيد 104 أهداف. النجم المصري نجح في تحقيق رقم تاريخي خالد في تاريخ الريدز، عمره 119 عاما، حيث أصبح أول لاعب يسجل في 5 مباريات خارج ملعبه بالدوري الإنجليزي مع ليفربول منذ عام 1902 خلف اللاعب سام ريبولد الذي حقق حينها هذا الإنجاز. كما عزز صلاح رقمه القياسي بهز الشباك للمباراة 10 على التوالي مع ليفربول. صلاح رفع رصيده أيضا من المساهمة في الأهداف مع ليفربول منذ وصوله للريدز في صيف 2017 إلى 143 هدفاً. ويعتبر النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام أقرب منافس صلاح خلال هذه الفترة بمساهمته في 112 هدفاً. ملحمة أولد ترافورد جعلت صلاح يعزز صدارته لترتيب هداف الدوري الإنجليزي ب10 أهداف، ليواصل ابن النيل حلمه نحو العالمية، ويعزز من فرصه في الفوز بالجوائز العالمية والأفريقية عن الموسم الجاري. وصلنا لختام النشرة، وهذه تذكرة بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية. مصر تدعو كافة الأطراف السودانية إلى ضبط النفس وتغليب المصلحة العليا للوطن والتوافق الوطني. البرهان يعلن حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء، ويتعهد بتشكيل حكومة كفاءات وطنية. للمزيد من الأخبار يمكنكم دوما متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، ويمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام، ويوتيوب. قدمنا لكم هذه النشرة زميلة دعاء جاد الحق، وأنا إنجي طاهر. دمتم في أمان الله.